استهل مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعية بالوقوف دقيقة حدادا على ضحايا حادث الاعتداء الآثم على كارثة العذراء بالوراق. وقد استمع الدكتور حازم البلاوي رئيس مجلس الوزراء لتقرير مفصل من وزير الداخلية حول جهود البحث والتحقيق في حادث الاعتداء على كارثة العذراء. كما عرض وزير الداخلية خطة التأمين للمنشآت الحيوية ودور العبادة، واستعرض المجلس قانون التظاهر في ظل الاعتراضات الموجهة إليه من بعض التيارات في المجتمع. من ناحية أخرى، أكد دكتور البلاوي أن هناك مؤشرات إيجابية وحالة من التفاؤل حول المستقبل الاقتصادي للبلاد، خاصة في ظل التزايد الاحتياطي من النقد الأجنبي وتحسن سعر صرف الجنيه ونجاح البنوك في توفير الطلبات كافة على النقد الأجنبي، فضلا عن تحسن وضع السياحة. كما ناقش المشروعات المستفيدة من التمويل الإضافي للميزانية والبالغ قدره 29.7 مليار جنيه، ومن بينها مشروعات تطوير المزلقانات بالسكك الحديدية وتوصيل الغاز الطبيعي ل 800 ألف وحدة سكنية وتوفير الأسمدة الأزوتية للفلاحين في موسم الزراعة الحالي.